السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبنا في درس جديد من دروس إينو أرت. إن شاء الله بنكمل مع بعض مجموعة لوميون تيمبرو بالعربي من البداية حتى الاحتراف. إحنا خدنا على نفسنا عهد إن إحنا معاكم إن شاء الله من البداية حتى الاحتراف، ده ما كانش تايتل كده على الفيديو خلاص. إحنا مكملين مع بعض في المجموعة الأدفانسد، والنهاردة هناخد حاجة أدفانسد شوية. خلينا نقول إن أنت لو لسه داخل البرنامج ده، سواء كنت شغلك حاجة معمارية، راجل بتنشئ حاجات زي كده مثلا، او ان انت بتستخدمه لاي غرض ما، فطبعا انت لو راجل مهندس معماري او مهندس ديكور فانت فاهم يعني ايه برسبكتيف. لو مش عارف يعني ايه برسبكتيف، هو ده درسنا النهاردة، هنتكلم يعني ايه برسبكتيف وهنظبط بقى البرسبكتيف مع بعض، لان البرنامج ده بيشتغل بحاجة اسمها 3 point perspective واحنا مش عايزين كده. طب نعمل ايه؟ خش معانا الدرس ونشوف مع بعض، يلا بينا. طيب في البداية خلينا ندي نبذة بسيطة للناس المش مهندسين اللي هم داخلين البرنامج، سواء كان لحاجة معمارية ولكن هو اصلا تخصصه مش هندسة او مش ملوش في الموضوع البرسبكتيف والكلام ده. في البداية خليني اخدك كده دقيقتين اشرح لك فيهم يعني ايه برسبكتيف وايه الفرق بين ال 1 point وال 2 point وال 3 point يعني برسبكتيف، عشان بس تبقى فاهم الدرس بتاعنا هو داخل يتكلم على ايه النهاردة. احنا في البداية لو جينا نتكلم على ال 1 point perspective، انت بيبقى عندك نقطة هروب واحدة كل حاجة بتبدأ تبقى رايحة لها. يعني لو عندك كيوب زي ده، فالوش بتاعه الحته العدله دي كده، لو فرضنا ده اكس واي مثلا، فده الاكس واي ده هتلاقيهم عدلين تماما، ما فيهمش اي زاويه ولا ميله ولا بتاع، ولكن اللي رايح بس ناحيه ال 1 point perspective هو اللي بيبدا ياخد زاويه زي ما انت شايف، انما الفيس بتاعنا عدل تماما. وخد بالك انا لو عندي عمود او عندي مبنى، فهتلاقي المبنى عدل ما فيهوش اي انحناءات لا داخله لجوه ولا ما داخله لبره. طيب ده ال 1 point perspective. طب ال 2 point perspective ايه الفرق بينه وبين ال 1 point؟ ان ده بقى فيه نقطتين هروب عندي، فانا لو عندي برضو عمدان او مبنى، المبنى بيبقى عدل، ولكن اللي رايح بقى سواء كان يمين او شمال، بقية النقط بتبدأ تروح معايا ببرسبكتيف كده شوية وانحناءات لاتجاه النقط. هتفهمني دلوقتي ما تقلقش، مش درس صعب ولا حاجة. طب ال 3 point perspective بقى هو ده اللي احنا داخلين عشانه الدرس النهاردة. معلش الورقش البتاع شكلها يعقد شوية في الاول، لكن هي خفيفة. نقط الهروب هنا او النقط عندنا هنا، عندك 3 1 2 3، ده معناه ان مفيش ولا حاجة عدلة. بص الحاجات العدلة يعني لو جت قدام الكاميرا بالظبط فبقى جاي عدل، لكن هو في العادي ان كل ما يروح يمين هيبدأ يميل معايا عشان يروح للنقطة دي، وكل ما يروح شمال يبدأ يروح معايا برضو شماله بزاوية. اذا انا مبقاش عندي اصلا حاجة عدلة غير يمكن يطلع لي عمود واحد اللي عدل، انما بقية المبنى هيبدأ ياخد معايا سواء زاوية عاملة كده او عاملة كده. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ما ده منظر من تحت خالص، تمام. طب لو منظر من هنا اللي هو بيسموه بيرزد اي، ده كأنها حاجة طايرة يعني، وشايف المبنى من فوق، برضو كل حاجة بدأت تفتح لبره، هنا كلها بدأت تميل لجوه. انا مش عايز كده، انا عايز المبنى بتاعي يطلع بشكل عدل. يعني انت لو لاحظت، بص الشاشة هنا عندي عاملة ازاي، المبنى بدأ يميل ناحية اليمين، انا مش عاوز كده. الشكل هنا الى حد ما في النص يعني نقول عدل، ولكن انا مش عاوز 3 point perspective. فلو جيت النهاردة وبدأت ان انت تشوف مثلا، تعالى نعمل كليب كده عشان افهمك اكتر انا قصدي ايه، وبدأت ان انت تاخد بقى لينس كده يعني ايه رخمة شوية، حاجة 10 مثلا، فاللينس 10 بص بدأت تميل لك قوي الدنيا، بقى في عندك نقطة هروب تالتة رايح عليها الشغل بتاعك. طبعا انت لو مش مهندس هتلاقي ان يعني يا عم حلو قوي، احنا كنا فين، ده البرنامج زي العسل وبيطلع لنا فيديوهات حلوة. بس لا، الراجل المهندس هتلاقيه مسترخي من البرنامج، عشان هو مش عاوز كده، هو عاوز، انا عاوز 2 point perspective اجيبها ازاي يا جدعان، وعمال يلف عليها. احنا النهارده درسنا بقى وظيفته ان يقول لك هتبدا تعمل ازاي ال 2 point perspective. فلو جيت للقطه زي كده وخدنا اللقطه دي، فبص ادي عندك المشهد بتاعك، طول ما انت ماشي الحاجه عماله تاخد برسبكتيف عجيب. فلو بصيت لي كده، انت شايف العمود نفسه بص مش ماشي عدل. طب انا اعدل الكلام ده بقى ازاي؟ هنبدا نخش على اد افكت،
ونبدأ نخش على الكاميرا، وهتاخد بقى معايا حاجة هنا كده اسمها 2 point perspective. ال 2 point perspective مجرد ما تبدأ تعمل لها on، بص بتبدأ تعمل ايه؟ هتبدأ on اهو، عدلت كل الخطوط بتاعتي زي ال 2 point perspective. فاكر لما لسه كنا لسه بنقول ان الفرق بين ال 2 point perspective، هتبدأ بقى ترجع تفهمني اهو، ان احنا قلنا هنا في ال 1 point الطول والعرض زي الفل عدلين، انما العمق هو اللي بيبدا يبوظ معانا في البرسبكتيف. ال2 بوينت الارتفاع هو اللي مظبوط معايا، ولكن العرض بقى والعمق لان خلاص بقى بدا يروح معايا في العمق، بدا يتسحبوا معايا، ولكن الحاجات عدله، انا عايز العدل عشان يديني برسبكتيف شكله حلو. فال3 بوينت هو ده اللي بيبوظ لي المنظر، واي برنامج عندك زي مثلا زي اللوميوم بيبدا يشتغل على ال3 بوينت برسبكتيف. فانا لو حبيت اعمل شغلي 2 point perspective، هنبدا نجيب من effects، هنبدا من عند الكاميرا نعمل اد لحاجه اسمها 2 point perspective. طيب الراجل هنا لو مش شغال اهو، لو قلت له اون بدا يعدل لي الشغل بتاعي. تعال نبدا نمشي الكليب، هو نفس المنظر نفس كل حاجه، ولكن المبنى عدل، المبنى مش واخد الزاويه بنت اللذينه الثانيه بتاعت ال 3 point perspective. بص كان المبنى واخد زاويه غريبه كده، فده منظر 3 point perspective. ولو جينا بقى هنا وعملنا on، هيبدا يتعمل ال 2 point perspective، حاجتي عدله مظبوطه واخد perspective، مش حاجه flat يعني، او مش orthographic يعني، زي يعني ده حاجه تانية خالص. انا حاجتي واخده 2 point perspective، حاجه شكلها محترم، حاجه شكلها حلوه، ولكن العدل عدل قدامي اهو، وبدا يديني بقى perspective بتاعي عشان ابدا احس بالشغل بتاعي. طب لو انا بقى حاسس ان هو يعني انا عاوز حاجه وسط كده ما بين الاثنين، طب ما اعرفش حاسس انها كده، بس يعني هو الراجل برضو بيقول لك لو انت حسيت ان ال 2 point perspective ده يعني، طبعا بص الحاجه جايه عدله بالظبط، انت عاوز تخلي ما بين الاثنين، هو الراجل مديك حاجه كده يا دوب ايه تعدل لك الكتر ما بين ال 3 point لل 2 point، ولكن يعني ايه لو انت يعني ها عاوز تديها سنه ميلان بسيطه فتحس بالموضوع برضو. اهو بص الى حد ما احنا رحنا ناحية ال 2 point perspective وحاجتنا مش مايلة قوي، خلاص هيبقى انت كده قادر ان انت تظبط بقى الكادر بتاعك، سواء كان 3 point perspective او 2 point perspective او حاجة وسط كده انت اللي عاملها على مزاجك. فده كان درس مفيد جدا بالنسبة للحتة ديت، يمكن هتفرق معاك على فكرة في شغلك، وهتطلع شغلك بشكل مختلف. طب الكلام ده للاكستيريور بس يعني، انا قاعد بره كده، طب وانا لو شغال على حاجه جوه، ما هي نفس الموضوع. انت لو جيت بسيط هتلاقيني مثلا لو انا واخد كادر زي ده مثلا، بص الـ شايف الشاشه بتاعتي عدله هنا ازاي، بص الحيطه ماشيه بزاويه ازاي، والحيطه هنا برضو العمود اهو بص ماشي ازاي، الدنيا مش مظبوطه. ده كده 3 point perspective. فانا هعمل اد 2 point perspective وابدا اعدل دنيتي وابلاي، بص كل حاجه مظبوطه، بس انا حاسس هنا ان فعلا محتاجه شويه 3 point perspective، لان الحاجه شكلها ما بقاش حلو قوي. هنا بقى تبدا تميل سنه بسيطه لو انت عايز اهو، يديك الاحساس بتاع اللي ما بين ال 2 point وال 3 point، فيظبط لك الدنيا، تحس انها كانت اوفر قوي لما كانت 3 point مايله قوي، انما لما تبقى وسط كده مثلا ولا حاجه، يعني هي لا هي عدله تماما شكلها رخم، ولا هي مايله جدا فشكلها برضو غريب. فيبقى كده ال 2 point perspective بيفيدنا سواء كان انتريور اكستيريور، عموما هو يعني انت بتعمل مشهد خارجي كده ولا حاجه، فانت لو المشهد بتاعك ده اللينس بتاعتها صعبه ممكن تبوظ لك الدنيا. يعني بص هتلاقي الحاجه زي مثلا المشهد اللي احنا كنا فيه من شويه اللي احنا كنا عاملينه ده، فهتلاقي الحاجه من بعيد شكلها مش مظبوطه. اي حاجه بقى عمدان نور بتاع هتلاقيها بدات تميل معاك، يعني لو في حاجه مثلا واخد مثلا انت مصور شارع طويل جدا، هتبص تلاقي كل حاجه بدات تميل معاك، فده مش هيبقى شكله حلو، الا لو انت اللي عايز تعمل كده فخلاص انت حر. وقتها طبعا احنا هنبدا ناخد الافكتات اللي بره ديت. ثواني خلينا ناخد مثلا مشهد خارجي زي كده، ونبدا نعمل كوبي لكل الافكتات اللي هنا، وهنروح على المشهد بتاعنا ونعمل له يا ولا بيست للافكتات. خلاص يبقى كده دي فيها هاندل الهيلد دي ولا ايه،
اهي يا ابني بلزينة. طيب هنلغي دي طبعا عشان دي طبعا اللي ايه اللي كانت عامله الزوم والشغل ده. طبعا انتوا خدتوا معانا درس الهاند هيلد ده ولا اوعكم ما شفتوهوش؟ لو شفته ارجع هحظهر لك هنا الاي دلوقتي تروح تشوف الدرس ده، ده درس ابن لذينه جامد جدا. انا هلغيه بس من هنا او خلينا نشغله، بس انا هنخلي الفوكس ده يبقى من بعيد كده شويه تمام، وهنشغل يا سيدي الفوكس اهوت كمان. ده درس ما يتسابش، وهنخلينا مركزين على الحته دي كده. ابص بقى الدرس بقى عامل ازاي. اوعكم ما شوفش الهاند هيلد ديت. هنبدا بقى ناخد الايفكت بتاعنا 2 بوينت برسبكتيف، وزي ما احنا تعودنا هنبدا نخليه يعني ها سنه كده بسيطه، ونبدا نشوف كده. ده كده الهاند هيلد هي اللي مبوظه لنا الدنيا ثواني. والفوكس لينس برضو ديت انت بقى لازم تكون ظابطها زي ما انت كنت ظابط بره. احنا كنا مثلا ظابطين على 15، هنسيبها على 15 او بلاش خالص تمام. ممكن نقفل الفوكس ده خالص عشان الفوكس ما يبوظناش الدنيا. ولو انت كنت مظبط الكاميرا اصلا في الاول كان على كام، خلينا نشوف هنا احنا مظبطينها على كام مثلا، يعني تقريبا 15. لو انت عايز برضو تيجي في الهاند هيلد هنا وتخليها 15 او تغيرها، فانت بتغيرها بقى من هنا. بجد لازم ترجع للدرس بتاع الهاند هيلد لو انت مشفتوش، وهتبدا بقى خلاص كده تبدا تشوف تاثير الايفكت بتاعنا التو بوينت برسبكتيف اهوت. بدا يظبط لي نفس الكادر وانا ما زلت مركز على الشغل بتاعي. بجد ايفكت جميل جدا. لو انت لسه مكمل معايا الدرس النهاية فاحب اشكرك كالعادة، واذكر الناس اللي بيخشوا الفيديوهات ان 80% يا جماعة رقم كبير قوي، اكتر من 80% من اللي بيشوفوا الفيديوهات ما بيعملوش سبسكرايب ولا بيفعلوا الجرس، فمش عارف صراحة وبيرجعوا لنا تاني ازاي، او يمكن يكون بينسونا خلاص ومش عارفين يوصلوا لنا. فلو انت عجبك الدرس وحابب تكمل معانا بقية المجموعة، اوعى تنسى تنزل تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يجي لك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. ونصيحة يعني ارجع شوف الفيديوهات القديمة فيها كنوز فعلا الحمد لله. ففي النهاية لو عجبك الفيديو بتاعنا او عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه ما تنسناش بقى في لايك عشان ان شاء الله الفيديو يبدأ ينتشر، وحاول تساعدنا في موضوع الشير ده ان شاء الله بحيث ان يبدأ يوصل لاكتر عدد من الناس عشان الناس تستفيد معانا. ولو ليك اي كومنت معين او ليك اي تعليق على المحتوى، عندك حاجة معينة تخلينا احنا نتطور، فخلينا نساعد بعض. قول لي لو في حاجة مش عاجباك خليني اعرف اظبطها، فانا عادي بقبل النقد ما تقلقش يعني. فدي حاجة حلوة انها تبقى في مصلحتي. او لو انت عندك مثلا درس معين نفسك تتعلمه قول لي، وانا لو الدرس ده في الليستة بس لسه ما جاش دوره ممكن اقربه لك بسرعة. فاشكركم في النهاية واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.